إلى حدود أواخر القرن التاسع عشر فقدت سفينة واحدة تقريباً في ظروف غامضة في البحر كل يوم، ودائماً ما يتم إلقاء اللوم على القراصنة والوحوش الأسطورية والحيتان الضخمة. ومع تطور الهندسة وظهور تقنيات جديدة انخفض ذلك العدد كثيراً، لكن إلى حدود عام 2005 استمر الأمر بمعدل فقدان يصل إلى سفينتين على الأقل في الأسبوع. لكن من هو المسؤول عن هذه الجرائم؟ إنها الأمواج القاتلة التي لا يملك العلماء أي طريقة لرصدها أو تخمين الوقت الذي تتشكل فيه، كما أنه من الصعب أيضاً إيجاد طريقة للنجاة منها. في هذه الحلقة ستشاهدون ما يمكن أن تفعله تلك الأمواج للسفن، وستعرفون لماذا يمكن القول بأن ما تفعله تلك الأمواج هو جريمة متكاملة. لننطلق. سلام من الله عليكم متابعي قناة هل تعلم؟ الأمواج القاتلة أسطورة أم حقيقة؟ اعتبرت الأمواج القاتلة أسطورة لفترة طويلة من الزمن، وذلك بسبب سلوكها غير النموذجي إلى حد كبير. فعندما تدفع الرياح الأمواج فإن ملاحظة زيادة تدريجية في سرعتها وارتفاعها تكون ممكنة، وبالتالي فإن تشكل الأمواج فجأة وسط المحيط غير ممكن. وقد كان العلماء في الماضي على يقين بأن تشكل أمواج يزيد ارتفاعها عن 21 متراً وسط المحيط هو أمر مستحيل، ولذلك تم اعتبار القصص التي يرويها البحارة عن الأمواج القاتلة على أنها أسطورة، لدرجة أن البعض قال إن تلك الأمواج تظهر مرة كل 10,000 عام. لكن العلم الحديث وتجارب البحارة يثبتان أن ذلك غير صحيح، لأن هذا النوع من الأمواج يظهر مرة كل يومين. وقد كانت الأمواج القاتلة سبباً في غرق الناقلة إيسو لانغدوك عام 1980. كان غرق تلك الناقلة أول دليل مؤكد على وجود الأمواج القاتلة، وذلك من خلال الصور التي التقطها قبطان السفينة فيليب لوجر. ظهرت الأمواج من العدم دون سابق إنذار، وبلغ ارتفاعها حوالي 30 متراً، وقد تم قياس ارتفاعها على أساس المقارنة بسارية السفينة في الصورة. وللحصول على فكرة حول قوة موجة مماثلة، يمكنك تخيل مبنى مكون من 9 طوابق يصطدم بك بسرعة 120 كيلومترا في الساعة. وعلى أي حال فإن تلك الصورة لا تعتبر دليلا علميا بالنسبة للعلماء. ما هو الدليل الذي يعتمد عليه العلماء؟ تمكن العلماء من الحصول على دليل يثبت وجود الأمواج القاتلة عام 1995 بفضل منصة دروبنر النفطية المتواجدة في بحر الشمال بين النرويج واسكتلندا. كان ارتفاع الأمواج في أحد الأيام حوالي 10 أمتار، وبين تلك الأمواج كانت هناك موجة واحدة وصل ارتفاعها إلى 27 متراً. وقد تم قياس ارتفاع الموجة الفريدة من نوعها بفضل مجموعة من أجهزة الاستشعار المثبتة على المنصة. كانت تلك الموجة مختلفة عن بقية الأمواج في ذلك اليوم، وهو ما يؤكد أن سلوك الأمواج القاتلة لا يمكن التنبؤ به. ما هو نمط الموجات القاتلة؟ يميز العلماء اليوم عديد الأنماط من الموجات القاتلة، وهي متفاوتة الخطورة. هناك الجدار المائي، والمعروف أيضاً بالموجة الانفرادية. تتشكل هذه الموجة فجأة، ثم تضرب السفينة وتختفي بسرعة. يمكن للمياه حينها أن تغمر السطح العلوي للسفينة وأن تصل إلى داخلها أيضاً. وهذا النوع من الأمواج هو ما صادفته سفينة النرويجيان دريم أثناء إحدى الرحلات السياحية. ضربت الموجة مقدمة السفينة، ولو كانت الضربة إلى الجانب بعض الشيء لغرقت السفينة. هناك أيضاً موجة الشقيقات الثلاث، وهي 3 موجات متتالية تكون أوسطها هي الأقوى، وتضرب هذه الموجات السفينة بفوارق زمنية منتظمة، مما يؤدي لانقلابها بسهولة. وهذا ما حدث لسفينة الشحن النرويجية ويلستر، مما سبب لها ضرراً هائلاً. وهناك أيضاً موجة غريبة من نوعها، وهي حفرة البحر، حيث تصبح السفينة محاطة بموجتين مرتفعتين، مما يجعلها متواجدة في خندق مائي. وإذا دخلت مقدمة السفينة أو مؤخرتها في ذلك الخندق، فإنها ستغرق عمودياً. وإذا كان الخندق متواجداً تحت منتصف السفينة، فقد يؤدي ذلك لانشطارها إلى جزئين. وأكثر الأمواج القاتلة غرابة هي الأمواج المربعة، التي تجعل أي سفينة تنجرف مع التيارات بلا حول لها ولا قوة، وتتأرجح من جانب إلى جانب. يحدث ذلك عند تقاطع الكثير من الأمواج في منطقة واحدة، مشكلة مجموعة من الزوايا القائمة على سطح الماء، فيصبح البحر أشبه برقعة شطرنج. إن الأمر أشبه بمصيدة لا تملك السفينة أي فرصة للخروج منها، فيكون الغرق مصيرها المحتوم. هل يمكن التنبؤ بالأمواج القاتلة؟
لم تتوصل البشرية لغاية اليوم لطريقة يمكن من خلالها التنبؤ بهذه الأمواج، لكن بعض التقنيات تخضع للتطوير حالياً، أبرزها مشروع ماكس ويف الذي انطلق عام 2000. إنه مشروع يعتمد على القمرين الصناعيين إيرث 1 وإيرث 2 التابعين لوكالة الفضاء الأوروبية لمراقبة المحيطات. وخلال تطوير المشروع وجد الباحثون أن 10 موجات قاتلة قد تشكلت خلال 3 أسابيع فقط بارتفاع تجاوز 25 متراً. وبناء على هذا المشروع تم إطلاق مشروع آخر يحمل اسم ويف أطلس، وهو المشروع الذي يعمل على إجراء دراسات مقارنة لتحديد الأماكن التي بها نسب أكبر من الموجات القاتلة مثل رأس أقولاس ومنطقة برمودا وكيب هورن والضفاف الكبرى في نيوفاوندلاند والساحل اليوناني. وأبرز فرضية وضعها العلماء اليوم هي أن تشكل الكثير من الأمواج المجاورة لبعضها البعض هو سبب رئيسي في اندماجها وظهور موجة واحدة عملاقة. لكن المجتمع العلمي ما زال اليوم بعيداً كل البعد عن كشف كل أسرار الأمواج القاتلة. وأخيراً، هل توجد طريقة للنجاة؟ يعتقد غوينتر شتاينماير أخصائي أمواج المحيط والأستاذ في معهد ماكس بورن أن الطريقة الوحيدة للنجاة تتمثل في مراقبة البحر باستمرار أثناء الإبحار لمعرفة اتجاهات الأمواج القاتلة ومحاولة تجنبها لحظة حدوثها. لكن ذلك صعب للغاية، لأن الأمواج القاتلة قد تغرق السفينة بضربة واحدة قبل أن يدرك القبطان ما يحدث من حوله. وعلى كل حال، فإن هذه الظاهرة ليست مصدر التهديد الوحيد الذي تواجهه السفن أثناء إبحارها، ولذلك ما زال أمام المهندسين الكثير من العمل للقيام به لجعل الرحلات البحرية أكثر أماناً. إذا كنت لا ترى إلا ما تثبته الحقائق ولا تسمع إلا كل ما يقال، فأنت في الحقيقة لا ترى ولا تسمع. بلا شك هناك الكثير من الأحداث والقصص التي يسكنها الغموض ولا يوجد لها تفسير. هي أشياء استثنائية بأسرارها وعجائبها وحوادثها. بعضها تم تفسيره، ورغم ذلك أصبحت بتفاصيلها المعقدة مدعاة للدهشة والإثارة المسكونة بالغرابة والحيرة معا. إنها لعبة غامضة، أسلاكها شائكة وأبعادها ضمن نطاق البحث والتحقق. قناة هل تعلم، حيث الغموض سر لم يفصح عنه لوقائع وأحداث وقصص مرعبة تفاصيلها متنوعة ومقيدة ضد مجهول. قم بالاشتراك الآن في قناة هل تعلم غموض وفعل جرس التنبيهات ليصلك كل غموض. إن عجبكم موضوع اليوم من قناة هل تعلم فلا تبخلوا بالإعجاب والاشتراك. يمكنكم أيضا متابعة فيديوهاتنا السابقة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم.